السلام عليكم ورحمة الله، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. يستقبل الشعب اليوم شهر رمضان الكريم بشعور الحزن والاشتياق لعالم واسم لطالما ارتبط مع الشهر الفضيل، وهو هذا العالم أمامكم، العالم الجليل الذي يعتبر أيقونة رمضان. ولم يفوت الشعب هذه المناسبة للترحم على الشيخ الجليل الذي يحبه كل كبير وصغير داخل وخارج الجزائر، لأن الشيخ ترك سمعة طيبة نقية تليق به، ولم يخفوا إبداء شعور الحزن على الفقدان والدعاء له بالجنة والرحمة في مواقع التواصل الاجتماعي طيلة اليوم. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال أعزائي المشاهدين، جزاكم الله خير الجزاء، لا تنسوه من صالح دعاويكم.